موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. طلب رئيس تيار بلاد نوري بوسهمين بضرورة ملاحقة مجموعات الباغنر في ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي لمشاركتهم كمرتزقة في قتل الليبيين وتدمير ممتلكاتهم. واتهم بوسهمين في لقاء له مع قناة فبراير روسيا بدعمها لمجرم الحرب حفتر عن طريق مجموعات مرتزقة الباغنر، رغم نفي الخارجية الروسية لأي علاقة تربطهم بها، مشيرا إلى أنه من غير المعقول عدم سيطرة موسكو على هذه المجموعات. نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن وزارة مخابرات الكيان الصهيوني قوله إن تدخل تركيا في ليبيا أضر بمصالح الكيان. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن استمرار سيطرة تركيا على المياه الإقليمية الليبية ينسف مشروعا إقليميا ضخما للغاز الطبيعي لصالح الكيان الصهيوني. وبيّن التقرير الذي استند إلى معلومات من المخابرات الصهيونية أن الكيان ليس لديه مصلحة أو رغبة في الاشتباك مع تركيا أو الوقوف على خط المواجهة ضدها في ليبيا، مشيرا إلى أنه يمكن الضغط عليها بالتعاون مع اللاعبين الآخرين في ليبيا. أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الخميس انتخاب محمود سقوطري عميدا لبلدية مصراتة، وقد جرت عملية الانتخاب بين كل من محمود سقوطري وعن قائمة إعمار وإبراهيم صافار عن مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد حلف أعضاء المجلس البلدي المنتخبين اليمين الدستور القانونية وبحضور وزير الحكم المحلي وأعضاء من مجلس النواب والدولة. في خبرنا الأخير، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 5 حالات وفاة و535 إصابة جديدة بفيروس كورونا. المركز في بيانه اليومي أوضح أن الإصابات توزعت على 40 مدينة، بينها طرابلس التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بلغت 154 إصابة. وأضاف المركز أن 412 حالة تمثلت للشفاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.